الإخوان السلام عليكم. البارح كان ما عندي ما ندير البارح لأن ديالك من رمضان كنت شوية صايم بجميل ويدخل لنا لك اسمه ولا كدير الأمريكان كتوحفة عندهم نهار هما تما ماشي كشان ودخل قالك باقا ليه جوج دقايق باش يفطر في الصباح ما عليناش تسمعوا تيتكلموا وجابوا هو هذاك هادو الناس تيبكيو تيكوا على التحفه تيدخلوا تيبكيو كاين اللي قال لك طاح ليها الولد كاين اللي جاها الدم كاين اللي تعصب وكاين اللي قال لك ما بغاش يمشي للقضاء واش القضاء فابور القضاء بفلوس ولا كاين ما نتوما سي زهران المحامي ديالنا واش المحامي ديالك فابور انا نقول لك عندي تجربه انا واحد المره جاتني فاكتوره مع المحامي كان شي ايام وقع لي شي مشاكل فهمتي وقلت المحامي يكتب البرا لان حنا ماشي عندنا بحالكم نتوما يلاه سير عندك المدمس ولا المزيت يديك يدير لك شي كايا فهمتي لا اولا تتكلم معاهم بالمحامي تقول له ماشي قلتو لا ماشي صح بغيت تحيدو ولا شي تحيدو ما بغيتوش غنطلعو لا اولا مانيش دار المحامي خدمته وجاتني الفاكتوره عرفتي الفاكتوره فيها تا عرفتي التليفون الا عيطتي ليه تيحسب لك الكوميونيتي تيضرب الماكينه ديال الوقت يعني واحد بحال انا ما فينا نقلب على فهمتي وتيحسب لك بحال قال لي 15 دقيقه ديال التليفون كول هذا البراء فلان فلانيه بهذا الثمن الاثمنه فهمتي تخلصها لان لكل عمل له اجره والمغاربه باغيين كلشي بالقمونه فهمتي اي ولا بدي الدلال الا كنتو غادي اسمو المديمي اللي بغيتو تدافعو عليه خلصو المحامي واش المحامي غالي المحامي فهمتي تيمشي في التران تيش الطاكسي خصو ياكل ساندويش قديم باش يطيح عليه الكرش ديك هادشي كلشي ولا في جمع الفنه هادشي كلشي محسوب في هذا هنا تمشي غير شال المحكمة تتعمر الورقة فيها الترانسبور ديالك فيها الماكلة إلا كان أكثر من 5 سوايع عندك واحد القدر الضمان تطلب التعويض اللي خلصوا كل شيء في المغرب يقول لك سيب حالك مالناش علاش نتكلموا على هاد الناس هادو تقول ما يسمون أنفسهم بالمديمين ما كاين لا مين قال لك قد فمك قد راعك مدير ما عندكش ما تسكت حنا مديمين اش بالمديمين بالقلب اش ما نقولها ما عرفتش نقولها فهمتي هذا كي ديما ديما خصنا الفلوس ساهم ما تمشي لا المحامي ما المحامي عنده بنكه المحامي هو تيترزق على الله هو تيترزق على الله ودوك الريسيبوات هادي مشو عندك اسمو اللي حنا الحيط تيجمعهم ليه ما عليناش فلهذا انا نقول الناس هادو انا اسمو الدري ديال
مغربي اللي في بروكسل، حلبة المغربي في بروكسل، وكاين المغربي اللي في برلين، بجوج ما يتحملوش. قال لي البغل، وقال لي خائن الوطن. اسمع هذاك، هي هذاك لطفي مروان، هذاك صاحبك اللي قريب لك، هذو كلهم هذو الاوروبيين. قال لك انت يا خائن الوطن، انا بقلبوا عليك القشابه. مروان ها ولدي خائن الوطن، ما عيقش، ما عليناش. هادشي اللي قال، هذاك اسمه، فؤاد، هذاك فؤاد بروكسل. فلي هذا ودابا هاد الناس، هاد المديميين حاجه باش تدخل لهم الراس. المديمي كان حقوقي، كان يتعامل مع ديك الجهه وشويه دار فيهم ويقولبوه، تقولب والحاكم اللي كان مخاصم معاه ماشي هذاك حلفوا عليه، نهار جا عنده عطاه الدق. هادشي اللي كاين. المديمي مقولب، ديما مقولب، وانتم ما بغيتش تعرفوها. هذا هذا بارك هذا كاين غوال وكذا قوال وكذا، هادو ثلاثة، معروفين. هادو كانوا فالو اللي حرقوا المديمي، فهمتي؟ المديمي تقول ما فيها لا هادي ولا هادي ولا هادي. وحنا هو شوه بهذوك هذوك بعض القودات وبعض هذا وبعض هذا، ولكن من جايبين عندهم قداو ليه جابوا له، ولك الحاكم عطاو ليه. دابا الحاكم تيقول تقول حنا في المغرب العداله النزيهه، استقلاليه القاضي. ايوا القاضي استقلاليه، القاضي هنايا القاضي الى شد ليه، الى حكم شي حكم ماشي هذاك تقدر تدعيه، هذا تعمل ريفيو. هنايا عندنا ما كاينش هذا القاضي استقلالي. القاضي القايبي غرق في عباد الله 4 سنين، 20 عام، 15 عام، ما اش داروا، فهمتي؟ ايوا دابا هذه الاستقلاليه القاضي، العداله، ما كاين لا عداله ولا عداله. العداله راه فيها بلاد فاسد، فهمتي؟ نقول لك انايا انا ماشي سوقي، لانني هنايا وانتم ليه؟ قال لي واحد دخل المغرب يخشيكم بحكم شيء. ولا عارف انا داخل المغرب حتى لواحد 70 عام عمري غندخل المغرب، 53 عام ديال الغياب وانا ندخل المغرب، عندي ما ندير في المغرب، ما عندي ما المغرب، ما عندي ما ندير فيه. المغرب اللي باقي تيشدوا عباد الله على اهل على لسانهم، ما عندي ما ندير به. فهمتي اشنو هو هذه دوله؟ فهمتي لا. فلهذا هاد الناس هادو المديمين بركه، وهاد العيالات هادو اللي تيبكيو تيجيهم الدم تطيح لهم الوالده بركه، تقولي بوالو. فهمتي ها خويا تحفه والله العظيم اللي قالوا والو، عندي ما يفيد. اش عندك ما يفيد؟ ما عندك لا مال، عندك ما يصير تصيفط واحد التشيك ديال 3000 درهم، وصيفط داكشي اللي يفيد، صيفط اسمو داك المحامي زهراش صافي، بلا ما تصدع علينا كرنا، تصدعوا علينا كرنا. فهمتي صافي، عندي ما يفيد، عندك ما يفيد، لا عندك ما يفيد، كتبوا، عمل يوتيوب، عمل فيديو، وصيفط الفلوس، صيفطوا لزهراش ها انت، وصيفط ريسيبو لمروان باش يوريهم لينا بالليل. مالناش هادشي اللي قلنا لكم. فهمتي اما هذا عندنا ولا ما عندنا ولا هذا قال شي حاجه، ولا زازوكي قال، ولا زازوكي عنده قناه يقول لي بغى، لانه الحريه ديالو اش شغله فيه. فهمتي لانه حر، فهمتي يتكلم مع الدكتور كوثر، يتكلم مع اكيد يتكلم مع الدكتور باش توجد لي شي بومبا يطلق علينا. مالناش تحيه للدكتور كوثر. فاش كيلو فالي هذا دابا اليوم بالليل كاسمو اسمو مروان، لطفي مروان يخرج من بالليل، غادي يخرج منهم يطرطق ليا فؤاد ديال بروكسل. هادو هادو خصهم يعرفوا بان لكل عمل له اجره، ماشي تقول لي عندي المحامي، عليك المحامي خلصو. المحامي اللي تكلمتي معاه في التليفون ضيع لي وقته، تا هو هادي تا هو راه فلوس، فهمتي؟ الوقت راه فلوس. ولكن تقول فيكم الهضره جمعوا سيبوا الفلوس، اللي عنده ما يفيد سيط اسمو ولا هذاك اسمو المحامي، وصيفط معاه تشيك غير مي بوم مي بوم بيش لا بوم بيش في حكاش. مالناش فاش كنا في دابا دابا في المغرب كاين الدراري مساكن في الباديه. دابا لان هذا الوزير التعليم العالي غادي يريب كاع الجامعات، غادي يريبها والفلوس يبيعها وخشي في جيبو. تشفاط فهمتي كيفاش غادي. ولكن ما كاينش النقل المدرسي، ما كاينش، الدراري تركبوا بحال الدجاج في بورت باجاج، راه كبير ما عادش خليهم يمشي في الطوموبيل، اللي با طوموبيل الطوموبيل القديمه ضربوا با تهرس، فهمتي؟ هز الدراري الفوق، يعمل شي فران يمشي كلشي، 7 ولا 8 دراري في بورت باجاج بحال الدجاج،
تعرف هذاك الكيراني كان جوج اللي كان يجو من الشارع من العروبية يقفوا على مدرسة الفيدا اللي كان البوسطة ديك الساعة يقفوا تما تيوقفوا تما تيجيهم مهزين معاهم الدجاج تيجي الدجاج تيجي تقول له ولدي الدجاج هذا تيهود لي ميت علاش حيت ما ضربوش معاه حيت ما ضربوش معاه تيحدك الشبكة تقول الفوق تيورك على الدجاجة الدجاجة ديال مجاية من سيدي بن نور ولا من جاية وديك القنبة ديك الشبكة على عنقها تيضحك الدار البيضاء الحق ميتة وانت تشوف الدجاج ميت هذول اللي ما دورش مع الكريزون لا ما دوريش مع اما كي يجي مع الحليب تيجي مع الحليب اللي تيحطو الفوق ملي تيجي لحق الضربه تيولي البن مع الشمس داكشي يمشيو في التراب الكيران بكري هذه هذا قلل الكيران في الكريزون تجري على الكار يطلع معليش عقل باقي ما تقدم فلهذا النقل المدرسي شوف عباد الله قال لي شي واحد عملت شي تدوينه في البي بي سي يا اخي والله العظيم ماشي انا شي واحد استعمل السميه ديالي واستعمل التصويره ديالي ودارها في عصيطه البي بي سي العربيه ودازو ولكن دابا قالوا لي الناس كاينين الناس داخلين دايرين جروبات هذا تيترزقوا كي ما نقدرش يترزقوا لان سقسيت ولدي قال لي ما يقدروش ولكن غنسقسوا فيها التالي دابا الناس يستعملوا الاسم ديالي ولكن ماشي سوقين مدي لا ما محتاج مدي الحمد لله ما محتاج يعني التقاعد خدام مردم والتقاعد ومره مره نمشي نضرب ضربه هنا ونضرب هنايا كتشوفني في التران نمشي نضرب نترزق مع الله ونجيب حاجه ملي بالك اللي بغيتي يديروا مزيان يديروا يكتبوا عليهم هنا اشهار اشهار قول باد بيبليسيتي از جود بيبليسيتي ملي معليش تكلمنا ودابا البوليس مابقاش يضربوا الدراري هو يضربوا العوان اعوان السلطه البوليسي بن سليم عبيد بن سليم فيها الفوضى الشفاط الرشوه اللي كذا شدوا واحد جماعية ولا مستشار جماعي شدوها صرفوها هذاك البوليس بن سليمان الرشوة انتم الفساد ديك بن سليمان هو كيدير لهم نهار تولي الأميرة حاكمة على الدار البيضاء الكبرى غندخلو من تحتنا وغادي ديك المجلس بلدي غنحيدوه ويقلب بلدي ولا عروبي والو تابعوني تابعين حنايا الدار البيضاء الكبرى ديك بن سليمان بالبوليس ما تيضربوا عباد حنا باقي بحال العروبية ضرب لي المقدم ولا ماشي عين بين قدام عباد الله وصايمين صافي ما عرفتش صايمين يونس سليمان هذوك سامي دو برازيل عرفتي تيدير البحر نشوف فيه تيبغي يمق عليا انايا جبد ذاك البراد وتيكب الكاس كاكا تيش اتاي ويلي على اتاي ويلي سامي دو برازيل تيسحب لك والو باقي تيكب اتاي وراه بيرة في ذاك واش البرازيل فين البرازيل واش البرازيل دولة إسلامية تيصبوا فيها الناس ما عرفتش والله العظيم قال لهم هذا قال لهم هذا شتي البرازيل سامي خدم معنا تقول بدا في البرازيل حنا بعد هو هرب مازال تبع ديك القبائل ديال المغاربة أتاي في البراد كنا نديرو هنايا فواحد القهوة كنا نديرها بالليل مشيتي تحطو لنا هكا في البراد مانيش هكا سامي واش اللي كيما عندي كيما عندي ما نقول لكم انت تشوفوا دابا عندي ما نقول لكم دابا هذاك ديال اسمه هذاك الدر ديال مغربي في بروكسل مغربي في بروكسل يلقب مغربي في برلين بالبغل واسمه خائن الوطن قال لك خائن قال لي خائن الوطن ايوا دابا قال لك غيجبدوا لي تا هو شي مسوده شي عزيه جبدوها لي عندي غادي يجيبوا لي تا هو دابا غادي يدورو ليا المروان يدخلو مع الغواق الغواق ولا البرواق ولا كنا قالك هذاك واحد اخر داك المحامي هذاك المحامي قال لي غنسالي مع المديمي ويجوز ليه لبرلين يعني لبرلين تما كيما دار اسمو داك ديال الله الحموشي الملك هذاك اسمو الله ينسي على سميتو يوسفي لا يوسف الزروالي كيف الزروي دابا ولا عارفين دابا شكون اللي يعمل اوروبا يعمل اوروبا دابا غادي من المدينه لمدينه برلين هو هنايا قول يمشي عند اسمو بالقزيز راه حبيه ولا يمشي عند داك اسمو الكابيتان بيتر اللي في سواري هذاك يمشي عنده تا هو والله العظيم والله عمي توحشتكم توحشت الوقفة هذه وقف لأن عييت بالبروك في ذاك التراب عييت ومخشي في لوطيل تنتكلم دابا الحمد لله رجعنا إلى المقر ديالنا
نقدر نقراو على عباد الله كيما بغينا، وكتبوا لنا قول لنا النميمه، قول لنا اش واقع. هذوك مال التاكسيات، هذوك مال التاكسيات، التاكسي البيضي القحاه ما تيحشموش، عرفتي اش تيديروا؟ دابا شي لك الطريق ديال الترامواي تيمشيو فوقه باش يدوبلي باش يسبقوا الاولى، اش تي على حمار. والبوليس ما يدير لي والو، الاول يمد ليه الفرق ويخليه يدوز. واش هادو هادو دايرين السيبه في المغرب هادو مال التاكسي، ولكن ديال مول العالم. انا غير نعيد نعيد غير نعيد وغادي نخرج لهم عبدي بحالك غادي في السكه ديال اسمو ديال المترو. اه والتاكسي الاخر شادين ديال السيرفيس غادي واحد تابع ولا وهو بيسبقهم جاتو غادي. ايوا نتكلم معاهم يقول لك البوليس يعرفوا يحكوا على الدراري يدفعوهم من فوق الموتور يقتلوهم. اه وديك العمده باقي قال لهم الدار البيضاء غادي نديرو سيريس بعد سدي القوادر ديالك كل جمعي زبلك. اه هي هذيك الرميلي اسمها، اه هي هذيك العمده، اه جمعي تكلمي مع الشركه اللي داك حيدو لدير مهم الكونترا، قول لهم القوادر يسدوهم يسدوهم، وديك مالين تريبوتر اللي خونوا الغطا اللي لقادو تا هما حيدو لهم التريبوتر وحرقوهم. لا آه ديهم اللي قال حرقوهم. ها آه اللي شديتو دي هنا حرق لي التريبوتر باش ديال مابقاش يشفر. اه فهمتي كيفاش قال لي؟ الا ما فهمتيش عاود كرك. ما تنساش تبارك عاود كرك. كان معكم انايا من هنايا. قال لي واحد اسمك واش بغيت تسخي سميتو؟ هذا شنو سميتو؟ بغيت نعطيك لا كارت ناسيونال. وتقلب عليا انا دير لي شي تهمه مثلا، دير لي خيانه الوطن. سي 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 تقاو سير. انا قلت لكم النهار الاول انا هو الانفصالي المنفصل العنصري. فهمتي انا انفصالي منفصل. انا الدار البيضاء نهار ان شاء الله هذيك الاميره تكبر تكمل القرايه ديالها باش غادي ندور تما بالحيط من الحيط السوال، ونزيد نزيد نزيد الفرش في مزام، ونزيد 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 على بن سليمان تما ندخل معايا في الدكاكه، ونطلع بوزنيقه ونسد تما، وندير لكم القامره 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 النور، القامره الساوت، القامره ايست، وعاد القامره اتلانتيك، باش واحد ما يدخل عندنا للدار البيضاء، تا واحد ما عندنا ما عندنا ما نديرو بكم، ما عندنا تا من ديك الكره نحيدوها، ما نلعبو معاكم ما تلعبو معانا. غنديرو لا ليغ ديالنا، لا ليغ ديالنا غادي نديرها ديال لا غراند كازابلانكا، راه عندنا الفرق الفرق العربية تا هو ندخلو صالي واللي عندنا لا ليغ ديال بحال شي سكوتلاندا. اه بريمير معليش ما نطولش، اللي تبعني الطريق. السلام عليكم يلاه.